حتى انا راه معذبه على رزقي ومشيت كنكافح باش نجيب رزقي. واحد حتاله بحال هذاك مترصدني. انا داك النهار كنت جايه من الخدمه مع نقول لك بين 3:30 حتى ل4، وصلت حدا الحانوت لفت انتباهي لان داك النهار كانت الوقت خاوي، حتى الدراري اللي مولفين كيجلسوا تما وداك الحارس وهذا ما كاين حتى شي واحد. لفت انتباهي واحد واقف والله كيتمشى بشويه، لابس خدوسه كاشكول ملتم وكاسكيطه. انا شفتو واخا هكا كاين لفت انتباهي، ولكن فاش شفتو كيتمشى قلت واقيلا شي واحد غادي ولا عادي. دزت وطلعت مع الطلعه اللي وريتك دابا، طلعت معها جيت مع هنايا. فاذا بي كنستنتج بان نفس الخطوات باش غاديه انا باش غادي حتى هو. خفضت انا شويه في الفيتيس حتى هو نفس الخطوات باش غاديه. ديك باش كندير انا هكا بطرف عين حفظت حوايجو، لابس بردي لا بالابيض، خدوزه مخططه بالكحل والابيض، كاشكول، كاسكيطه بالاحمر. صافي بقيت انا جايه فعلا في ديك الوقيته، واخا خفت ولكن ما كنتش نهائيا ظانه باني انا مقصوده. فاش وصلت انا هنايا جا هو من هاد الشيء، انا جايه من هنايا هو جاي مع هنايا. صافي سبقني بشي خطوات، شاف على اليمين دار بحال غيفيراجي، شاف على اليمين شاف على اليسار، تما فجأة رجع ليا. صافي المهم دار جريمتو، دا ليا ساكي فيه تليفوني فيه الفلوس ومشى كيجري رجع مع هاد الدوره الاولى على اليمين. تما جا واحد بلغ مالي كثير ولا غير على قد الحال ولا المهم بلغ مالي 1000 درهم اللي كنت 1000 درهم اللي كنت هانسى داك النهار، وتليفوني وخلص شي مسائل شخصيه ديالي. جا صافي تما فاش غوت جا خارج واحد الدري من هنا قال لي اختي هذا، قلت له شفار. صافي تبعوه الدراري، مع تلاقى معاه حتى داك السيد حتى هو هذاك غير شافو كيجري حتى هو تبعو كيجري، قال لك انا شكيت فيه. صافي المهم هادشي اللي كاين. صراحه انا ما عمرني ضنيت واش غادي نتعرض لموقف بحال هذا، سيرتو في هاد المدينه، مدينه بسيطه كان دايره زعما الامن والامان في كل شيء. بالعكس كنقول انا الشباب ديولا، انا ما ذنبيش باش يكون واحد مدمن او الله الدوله هي اللي تحمل مسؤوليته. حتى انا راه معذبه على رزقي ومشيت كنكافح باش نجيب رزقي، باش يجي واحد ما احترمنيش اولا كامراه عاد كحاله خاصه. يعني انا ما عرفتش نقول لك واش غادي يبقى فيا داكشي اللي مشى، داكشي كيتعوض. ولكن يعني حتى انا اليوم مادام دازت عليا البارح والخلعه ديال البارح، يعني هادشي غنبقى ديما عايشه فيه، ما بقاش غندير الثقه في شي واحد. غنولي غاديه كنقول في اي لحظه غيخرج ليا شي واحد، وهو ماشي خرج على غفله، هو مترصدني. يعني ماشي تقول داخله في شي زحام وبان ليه الصاك او الله، واحد حتاله بحال هذاك مترصدني. وكنشكركم كنشكر بطبيعه الحال اي واحد، لان الناس بزاف جاتهم غريبه لدرجه ان اللي دار فيها هكا كيقول لي وما يمكن والله ما غادي تخرج ليه بسلام والله. هذا كنشكر بعدا عائلتي على الدعم النفسي، كنشكر الناس اللي تجمعوا هنايا حيبو كيدو، كنشكر الشرطه يعني فعلا درت خدمتها وعجبوني من الاستقبال حتى الناس اللي سجلوا المحضر، الشرطه القضائيه وجاو دي بلاصه معايا لهنايا وداروا دوره وخداو التفصيل. وهذا انا كنتسناهم يتصلوا بيا على انه راه تشد، ورغم ذلك هذا الصوت انا بغيت نوصله من طرفكم نتوما باش ما نبقاوش نسكتوا على بحال هاد التصرفات. اكيد ماشي غير انا اللي تعرض، انا غير دابا فاش هضرت وفاش علموا الناس شحال وحده كتقول لي حتى انا، ولكن انا ماشي كاي وحده، انا ماشي كاي وحده، حاله خاصه ونتعرض لبحال هادشي. اذا فينا هما الناس؟ فينا هي المدينه؟ فينا هو المغرب؟ فينا هي الدوله اصلا؟ هادشي عندي ما نقول، وشكرا لكم بزاف.